يا عمي نحن مشكلتنا الحفيظ. الو مثل جورج دياب، انا بدرح فيك عبر موقع الفن. اليوم نحن موجودين بمهرجان الزمن الجميل، قد ايه حلو هالمهرجان؟ قد عم يعطي صوره حلوه عن لبنان؟ وشو رسالتك للدكتور هراتش؟ نستمر بهالجهد، هيدا جهد انساني وثقافي مميز. هيك بصير في الممثل عنده نوع من طوق انه يلعب اكثر، يعطي اكثر، لانه بيعرف انه في ناس بدهم يكرموه يوما ما. هاي بتيجي ل خلص خلص هذا بعدين بعدين لك يا اخي. انا مش رح اطول عليكم، ما قصتي بخمس اجزاء يعني راحت علينا سلامه. اول جزء بس كنا صغار، ثاني جزء بس كبرنا شوي، بس الاخر شيء يعني الاحسن شيء هو خامس جزء. الخامس جزء بقوة البطل. هلا التكريم بحد ذاته شغله انه هي رد اعتبار، رد جميل حلو كتير بهالمجهود الفردي، هيدا يكون في لحمة اجتماعية توصل لنتيجة حلوة كتير. للدكتور هراتش شو بتقول؟ بتقول له يا دكتور نحن معك، نحن منحب جهودك، واللي بينطلب مننا نحن مستعدين نقدمه. شكرا كتير لك. يا هلا ميرسي. بشكر ضيعتي بالجنوب، بشكر الجنوب كله، الله يخلص من هالمشكلة. قولوا قولي هذا على مسؤوليتي وشكرا لكم جميعا. اهلا وسهلا فيك مجد. من هون حييتي بس مستر هوستس ضيع. تفضل. انا بس ضيع بس ركز شيء، عندي خمس توصيات. روح امشي. بدي خبركم الجزء مره ثانيه. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.